القصة كتبدأ بواحد البنت اللي ماشي بحال الدراري الاخرين، وشعرها نصو كحل ونصو بيض. كان سميتها ستيلا. كانت عايشة مع امها اللي كانت كتهلا فيها وكتبغيها. ستيلا كانت كدير بسالة بزاف في المدرسة، داكشي لاش ما خلوهاش في المدرسة وجروا عليها وقرروا يرحلوا لمدينة اخرى. في الطريق وقفوا قدام واحد القصر كبير فين كانت واحد الحفلة. امها قالت ليها تسين في الطنوبيل على ما تهضر مع واحد الصديق ديالها، ولكن ستيلا ما سمعتش ليها ومشات الحفلة. في الحفلة دارت البسالة عاود تاني وخلات الكلاب يتبعوها برا ديال القصر، اللي مشاو عند امها نيشان ودفعوها طاحت في الماء وماتت، وقالت بالله هي سبب موت امها. كانوا كيقلبوا على البنيتة الصغيرة، ولكن تخبات وجرات حتى ركبات في واحد الكاميو اللي داها لندن. تبعات واحد جوج دراري صغار قدها وكبروا كاملين شفارة كيسرقوا باش يعيشوا، ولكن هي عمرها كانت فرحانة وكانت ديما باغا تولي مصممة ديال الأزياء. أصدقائها عاونوها عائلتها باش تشد خدمة رسمية في الشركة اللي بغات ديال الموضة، ولكن عطوها غير تنقي وتمسح وما عطوها حتى فرصة توري الموهبة ديالها في تصميم الأزياء. واحد النهار كانت كتنظف في الخدمة وبقات هي التالية كل شي خرج، وهي تمشي للكسوة اللي حاطين في السرجم وعودات قادتها على حساب الموضة. في الصباح عيط ليها المانجر باش يتحاسب على داكشي اللي دارت، وهما كيهضروا دخلات بارونيس فون هيلمان المشهورة في تصميم الأزياء، وسولات المانجر على شكون اللي دار هكاك الكسوة اللي في السرجم. عرفات بيلا ستيلا هي اللي عودت صوبات الكسوة اللي حاطين في السرجم، والبارونس قالت ليها تجي تخدم معها. مع عمرها فكرات بلا الحلم ديالها اي تحقق، وبدات كتخدم مع البارونس اللي ولات المساعدة ديالها. وتما اكتشفت بلا السنسلة اللي كانت امها اللي ماتت كدير في عنقها عند هاد البارونس، وبغات ترجع السنسلة ديال امها تسرقها. في الحفلة ديال الموضة اللي كيديرو قررات تسرق القلادة السنسلة من البارونس، وحيتاش البارونس ما كتبغي تا واحد يكون حسن منها، ستيلا جات في الحفلة لابسة واحد الكسوة حمراء زوينة، وخلات كاع اللي حاضرين حالين فمهم فيها. واكتشفت حاجة جديدة بلا البارونيس هي اللي قتلات امها من خلات الكلاب ديالها يتبعوها. في النهاية ما نجحتش 100% تاخد السنسلة من البارونيس، حتاش واحد من كلاب كلا سنسلة وخلات كلاب معها. من بعد سمات راسها كرويلا وولات كدير تصميم الأزياء، وكتعرض تصميمات ديالها كل مرة في الحفلة ديال البارونيس. بارونيس ما عجبهاش الحال وقلبات عليها حتى لقاتها
وحرقت لها دارها وهي تما. نهار اللي موراه لقات راسها في دار المناجر ديال البارونيس وقال لها بلا البارونيس هي امها الحقيقية. غضبات وطلع لها الدم ولكن قررت ما تكونش شريرة بحال امها. واجهت امها بالحقيقة ولكن ما تقبلتهاش وبغات تقتلها. البوليس شدوها وكرويلا خدات القصر ديالها وعاشت مع أصدقائها حياة زوينة.